الضفة الشمالية مدينة سلا الضفة الغربية الضفة الجنوبية مدينة الرباط برج محمد السادس معلمة كبيرة في هذا الوادي تلقى البحر مع محيط أبو عرفي وهذه المعلمة الجميلة الخالدة إن شاء الله. الضفة الأخرى على المارينا جهة سلام الجسر الفاصل بين الضفتين لا زالت المعلمة لم ينتهي بها الأشغال ستكون مرخى مغربية جديدة هناك عدة أبراج القطار يطوف بهذه المعلمة في الأفق هناك صومعة الحصان والطريح محمد الخامس تحياتي وإلى اللقاء Thank you.